اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده على قناه لايفز اوف دوجز. بحييكم وبحيي كل مشتركين القناه. النهارده موضوع حلقتنا هنتكلم فيها عن ثلاث امراض بتصيب الكلاب في فتره فصل الصيف. الثلاث امراض دول منهم مرضين هما خطرين، بس فيهم واحد خطر جدا وممكن يموت الكلب، وفيهم واحد ما بين البنين، وفيهم واحد هيحزنك عليه بس لكن مش هيموت، بس هي منتشره وهتلاقي فيهم مرض منهم دلوقتي موجود، وفي ناس كتير جدا كانت بتسال عنه وفي ناس كتير بتعاني منه في الفتره دي. هنعرف ايه ثلاث امراض فاصل ونعود. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اول مرض هنتكلم فيه هو تساقط الشعر. تساقط الشعر ده فيه تساقط طبيعي وفيه تساقط غير طبيعي، وده المرض اللي ممكن يحزنك على الكلب لما تبص تلاقي شعره وهو شكله جميل كده بدا الشعر يتساقط والمنظر بدا يختلف. الطبيعي ان الكلب اللونج هير في فتره فصل الصيف بيبدا يعمل حاجه اسمها قلش، والقلش ده اللي هو بيتساقط الشعر بتاعه بيتغير وبيبقى الشعر بتاعه قصير طول فتره فصل الصيف، وبعد كده بيبدا يختلف الوضع تاني وبيرجع في الشتاء لوضعه الطبيعي، وده طبعا شيء طبيعي جدا ما فيهوش اي مشكله، وده شيء ما يقلقكش لان الوضع عادي جدا. لكن اللي يقلقك بقى انك تشوف الكلب بتاعك شعره بيتساقط بكميه كبيره جدا وتتفاجئ ان جلد الكلب بدا يظهر. في الحاله دي الكلب كده اتصاب بمرض فطري في جلده، فبدا ان هو يسقط الشعر بتاعه لحد ما الجلد بدا يظهر. ده بيكون بسبب ايه؟ ده بيكون بسبب ان الكلب بينام في مكان مش نظيف، او الكلب عنده نسبه التغذيه ضعيفه، فبيأثر طبعا على شعر الكلب، او الفيتامينات والمعادن الموجودة في جسم الكلب قليلة، فبتأثر برضو على شعر الكلب وبتخليه يتساقط. في الحالة دي هتهتم طبعا بتغذية الكلب وتهتم بالنظافة للمكان وللكلب نفسه. ده اول مرض ممكن يقابلك في فترة فصل الصيف، وده اللي طبعا ممكن يحزنك على الكلب لو لقيت شكل الكلب اختلف بسبب ان الشعر بيتساقط. في حاجة كنت هنساها، في ناس كانت بتتكلم على موضوع الكلب هو عنده 3 شهور الشعر بتاعه بيتساقط، ده شيء طبيعي جدا برضو لما تشوف الكلب في عمر 3 شهور شعره بيتغير، ده لانه هو بيبدل الشعر بتاع الولاده للشعر الاساسي اللي هيبقى موجود عليه بعد كده، فده شيء طبيعي جدا فمش هيقلقك في اي حاجه خالص، لكن اهم حاجه ان جلد الكلب ما يبانش. المرض الثاني اللي ممكن يقابل الكلب في فتره فصل الصيف هو ضربه الشمس. ضربة الشمس ده شيء صعب جدا على الكلب وبتخلي الكلب ان هو يبقى عنده خمول شديد جدا لان درجة حرارته بترتفع وبيبدأ الكلب يلهث بشكل غير طبيعي وبتبقى اللعاب بتاعه بيسيل بكمية كبيرة جدا، وده من الحاجات اللي بتخلي الكلب ممكن يوصل لدرجة ان هو يموت، لان هو طبعا ممكن ما يتحملش درجة الحرارة في فترة فصل الصيف، وخصوصا لو انت مش بتحط له مية وسايبه في الطل كده في الشمس منه للشمس، فبيبقى متعرض لدرجة حرارة عالية جدا، وبما ان الكلب جسمه اصلا مش بيعرق زينا كده، يعني هو عنده العرق بتاعه بيخرج من كفوف ايده واللعاب بتاعه بس مش اكتر، لكن هو ما عندهوش غدد علشان تخرج العرق ده، فبتلاقي الكلب بيحبس الحراره في جسمه فبترتفع درجه حرارته ممكن تاثر على الاجهزه اللي جوه جسمه فتخلي الكلب ان هو يموت. فانت تخلي بالك مجرد ما تلاقي الكلب بدا يظهر عليه الخمول وبدات ان انت تيجي تديله اي امر تلاقي الكلب مش بينفذ مش بيعمل اي حاجه، من هنا تبدا تاخد الكلب لو انت حاطه في الشمس تخليه في الظل، وتهتم جدا ان انت تنزل درجه حراره الكلب، هتجيب ترمومتر وتبدا تقيس درجه حراره الكلب وتحاول ان انت تنزل له درجه الحراره بتاعته، ما تجيبش ميه وتدلقها على الكلب مره واحده لان ده هياثر عليه جدا، لكن ممكن تجيب فوطه وتبلها ميه وتبدا تحطها على بطن الكلب من تحت لان ده المكان اللي بيبقى مكشوف عنه الشعر اكتر، فهتبدا ترطب في جسم الكلب بالتدريج، وبعد كده تحط له قدامه شويه ميه بعد لما يهدى من المكان الشمس اللي انت خدته منه ووصلته لمكان ظل، لما يهدى شويه تحط له شويه ميه قدامه كده يشرب، واحده واحده تنزل معاه درجه الحراره لحد لما تلاقي الكلب بدا يبقى كويس. غير كده لو انت صبرت على الكلب وقت طويل هتلاقي الكلب بدا ان هو يضعف وينام وينهار وممكن يموت. ده المرض الثاني اللي ممكن يصيب الكلب في فتره فصل الصيف. المرض الثالث، المرض الثالث هو حشرة القراد. وحشرة القراد دي حشرة أسطورية جبارة، ولما بتيجي لحد بتبقى معاناة رهيبة جدا، والناس اللي جات لها الحشرة دي يعني هم أكتر ناس عارفين قد إيه الحشرة دي مقرفة وصعب التخلص منها، ما هياش حاجة سهلة وبسيطة، لانتشارها السريع لأنها عندها تكاثر ذاتي فبتنتشر بسرعة.
فعلشان تتخلص من الحشرة دي، انا عملت فيديو قبل كده واتكلمت عنه ازاي تخلص من حشرة القراب طول فترة فصل الصيف، او حتى تمنعها نهائي جدا انها ما تخشش عندك المكان اصلا اللي فيه الكلب، هيظهر لك في الشريط اللي فوق ده الحلقة دي. لكن اهم حاجة طبعا في الحفاظ على الكلب وعلى المكان هي النظافة. لكن الطرق الوقائية لحشرة القراب من خلال الفيديو ده هتتعلم منها وهتعرف. دول كده الثلاث امراض او الثلاث حاجات اللي ممكن تمر بيهم خلال فترة فصل الصيف وممكن تخلي كلبك يمرض او يتعب. يا رب نكون استفدنا بحلقة النهاردة. ما تنساش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو مشترك على القناة ومش بيوصلك اي اشعارات لان دي مشكلة بالنسبة لي، فالغي الاشتراك وسجل اشتراكك مرة تانية وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشوفك ان شاء الله على خير في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.